يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي كثيرا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه من مسألة القول بحوادث لا أول لها، فما معنى ذلك حيث إنه قد شنع على شيخ الإسلام بسبب ذلك، فما هو الحق في ذلك؟ أرى أنك ما تدخل في هذا، لأنك ما أنت بواصل حقيقته إلا بعد أن تتعلم وتدرس كتب الشيخ دراسة وافية حتى تعرف مراده. أما أنك تدخل في هذا وأنت مبتدي، ما زلت مبتدي، فهذا يحيرك، وأنت تقول أنه حيرني كثيرا. نعم حيرك كثيرا لأنك ما تدري. نعم، فلا أرى أنك تدخل بشيء ما وصلت إليه. نعم.